انتقادات رسمية وشعبية لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اعترض على تنفيذ الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام بحق المدانين وفقا لقرارات قضائية قطعية، تقرير يراه مختصون يجانب الحقيقة لكون أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد تحقيقات قضائية مطولة ومنح المتهمين كامل الحقوق في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. العراق هو السباق في عملية تنفيذ القوانين منها المحلية وحتى الدولية، لكن هنالك خروقات على سيادة الدولة العراقية كقانون كدستور كحياة عامة، وبالتالي هنالك مجرمين عبثوا في المجتمع في مقدرات المجتمع، وهذا لا يحتسب من ضمن معيار حقوق الإنسان بقدر ما أنه تنفيذ القوانين هي روح تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان. صدرت أحكام إعدام بحقهم لم تنفذ لسنين طويلة لأسباب عديدة، أولا لاعتراض كثير من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان وتحاول أن تلغي هذه العقوبة، وبالتالي أعتقد أنه ليس من حق هذه المنظمات التدخل في الشأن العراقي باعتبار موضوع قضائي. الرد الحكومي على التقرير الأممي سيأتي عبر لجنة حكومية عليا لإيضاح كل الزوايا التي وردت فيه، وسط تأكيد متابعينا على أن الرد لابد أن يفند كل المعلومات والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته المغلوطة. هذه اللجنة التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء هي اليوم معنية بإظهار الحقائق وبتفنيد مثل هذا التقرير الذي جاء منافيا للواقع العراقي، لأنه اليوم الواقع العراقي مغاير بشكل تمام، وأقصد مغاير بشكل إيجابي خلاف لما قدم في هذا التقرير الذي يعتبر هو حقيقة مسيس وغير محايد وغير منصف. التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار أخلاقي وقانوني جرى التأكيد عليه في البرنامج الحكومي عبر جملة إجراءات تنفيذية عززت من سيادة القانون ودعمت حق المتهمين في الدفاع، فضلا عن حق المجني عليهم والحق العام للمجتمع في الاقتصاص وفقا للقانون. محمد جبار، العراقية الإخبارية، بغداد.